السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة إلى كل الشرفاء، ذمة برقبتك شارك هذا الفيديو حتى يوصل للناس أهل الخير. ذمة برقبتك شاركه. اليوم رسالتي إلى السيد محمد باقر الفالي، رسالتي إلى السيد محمد الصافي، رسالتي إلى الشيخ جعفر الإبراهيمي، إلى كل خطباء المنبر الحسيني، بما أنه إحنا بمحرم الحرام وأن يشوفون هاي الطفلة رقية. رقية حالتها جدا صعبة وخطرة إلى أبعد الحدود، لأنه رقية توقعوا لا عندهم حتى أكل يأكلون، لا عندهم حتى بيت يقعدون به، كل شيء ما عندهم، وضعهم جدا تعبان. وهم الآن هسه عندي بالبيت حاليا، أبوها جابها حتى أنا أوصل رسالتها للناس أهل الخير حتى يوقفون وياها. تعال صور لي هنا، خلي يشوفون إنه هذا الجهاز هسه يعني بعد الجهاز قام ما يأخذ. هاي وحدة، شوف هاي الجهاز اللي كان هنا بإيدها، شوف صور لي هنا. بعد وقف الجهاز قام يتخثر الدم. عمليتها يعني تحتاج مبالغ هائله، واهلها مين يجيبون؟ اذا هم قلت لك اكل ما عندهم ياكلون. ذمه برقبته كل انسان يعني يشارك الفيديو حتى يوصل للحكومه العراقيه. هذا المقطع الى محافظ البصره اسعد العيداني، هذا المقطع الى السيد وزير الشؤون والعمل الاجتماعيه، هذا الى رئاسه الوزراء، الى السيد مقتدى الصدر، الى كل الناس اللي عندهم غيره على المراه العراقيه، على هاي الطفله العراقيه، ان يوقفون وياها وان يسندونها وان يوصلون رسالتها لجميع الناس. رقيه اليوم بذمه الجميع، رقيه بذمتنا، رقيه بذمه الحكومه، رقيه بذمه اهل المناور ان يوصلوا رسالتها. ذمه برقبتكم، شاركوا هذا المنشور. مع تحيات جاسم العوادي.